الحياة هي السفر، فيها فرح وحزن والاضطراب كثير. كل الإنسان يعرف من أين جاء، ولكن لا يعرف إلى أين يذهب. قد كتب الله كيف ستعيش، وأي العمل ستشتغل، وكيف سيكون حياتك، ولكن لا تقنط بسبب هذا الأمر. الاضطراب موجود، كل العبد لا يفقد هذا أم ذلك. الكمال لله وحده. استرئ كلما تسكت، قم ورتب مجددا، واستمر أن تبذل جهدك. أعتقد على أن الباحث لا يتعب، ومن يدعو الله لا يفقد خلاقه.